يعطيه وندير واحد وليد تاع الله اكبر او الحاج شوف اسمي ملي راه هذا شي ولا الذركه وكر الجريمه. هذا المشروع هذا داروا ليه ثلاث ترميم وما بنى ليه والو وهمي درك احنا رانا نكريو برا حضر نكريو في الكراج تاع الناس وينوضونا، وهذا راه راك تشوف فيه هاك تصور بعينك وعلى بالك باللي هذا لو كان يريقلوه ويخدموه راح يوظف فايت الالف عامل. نهضر مع السوبريفي يقول لي شوف نتاع التجاره مدير التجاره اي واحد يبعثني عند واحد هذا يبعثني عند هذا. انا اليوم اذا كان المحلات هادو بغاو يرمموهم ويعطيونا نخدموا راني مستعد يديرون عقد ايجار مستعد نكري على البلديه نخدم. خويا نهضروا على الوكر هذا راهم يجيو ولاد صغار يخرجوا من المدرسه يجيو يلعبوا لهنا نهار تصرى جريمه ثم باش يتفيق. هذا راه جاهم كما نقولوا حنا مستثمر قالوا ما تقولي 14 واحد عندهم محلات هنا ما يحبوش يتنزلوا له. اخذوا اجراء استعجالي اولا تحديد المؤجرين تحديدهم بدقة. كاين إعذارات راح تتوجه للمؤجرين هذول، وفي حالة ما إذا كان الإجابة كانت سلبية راح يتم استرجاعها للبلدية وتتكفل بهذه الأروقة.